نروح بقى لحقيقتنا الرابعه والاخيره في الفقره الاولى مع حضراتكم، وهي حقيقه مهمه لشريحه كبيره من المواطنين وبتخص مدخراتنا وفلوسنا اللي في البنوك وبطاقات الائتمان الخاصه بينا، وازاي نقدر ان احنا نحافظ عليها من اي خطوره الحقيقه، وهل اصلا ينفع يعني ينفع ان احنا نقول لاي حد ارقامنا السريه اللي بنتعامل بيها ولا لا؟ ده اللي احنا هنشوفه او يعني نوعي بيه نفسنا كده ونفكر بعض مع الاستاذ محمد عبد العال الخبير المصرفي. استاذ محمد تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا استاذه ايه، مساء الخير. مساء النور يا فندم. ايه هو انا امتى يعني افصح واقول الرقم السري بتاع بطاقتي الائتمانيه في البنك؟ لا يمكن غير مطلوب منك على الاطلاق او من اي عميل انه يفصح عن الرقم السري او تاريخ اللي... طيب احنا هنحاول ان احنا نرجع تاني مع الاستاذ محمد، وكنا بنتكلم في الموضوع ده لان حضراتكم اكيد يعني الفتره الاخيره يمكن حصل لنا كده شويه لبس في المعلومات من ناحيه ان احنا امتى نصرح بارقامنا السريه لحساباتنا البنكيه، لمين نقول المعلومه تحديدا، مين اللي ممكن يوقعنا في الفخ ويبقى هو يعني بينصب عليا وفي نفس الوقت انا بسلامه نيه اديله الرقم السري، فبالتالي فاكره مثلا ان انا ممكن يغريني ببعض العروض البنكيه وممكن فعلا يديني مزايا وبالتالي اقع في الفخ ويطلع حرامي او يطلع نصاب. فطبعا ده شيء مهم جدا ان احنا نفكر بعض ما بين كل فتره والتانيه ان نخلي بالنا قوي قوي، لان الموضوع بقى منتشر للاسف وبقت الناس وما يقع على الشاطر، يعني كل واحد ممكن يكون فاكر دلوقتي ان انا لا 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 انا ازاي انا حريص جدا وما اقدرش وبتاع. ساعات بتحصل كده لبس في الموضوع فتفتكر ان انت عادي او تحس بالامان او يعني ما يخطرش في بالك ان ممكن يكون اللي بيكلمك ده شيء مثلا زائف او حاجه، فبالتالي تديله المعلومات وتقع في الفخ للاسف. استاذ محمد حضرتك معانا؟ هي دي النقطه اللي حضرتك بتقولي عليها، احنا بنقع في الفخ امتى؟ استاذ محمد طيب هلو؟ احنا هنرجع تاني، حضرتك معانا؟ انا معاكي سامعك. اتفضل. يعني حقيقه الامر ان احنا الثغره الوحيده عندنا ان احنا نفصح عن بيانات خاصه بنا لشخص غير مخول بهذه البيانات. اولا الكول سنتر بتاع البنك نادرا جدا لما يطلب، فاذا اي حد يطلبنا ويقول انا الكول سنتر بتاع البنك او من البنك يبقى الافضل ان احنا نتريس ونهدى ونتشكك ونبدا نتاكد ونقول له طب انا اتصل بيك. انما احنا اللي نتصل بالكول سنتر عشان نبقى عارفين ان احنا بنتصل بالكول سنتر او بنتصل بالبنك اللي احنا بنتعامل معاه على الرقم اللي موجود عندنا. مش ده ابدا ان حد يطلبني ارد عليه يقول لي مبروك جالك جايزه، مبروك كسبت نقاط، خسائر شراء، الكلام ده كله كلام فارغ لان هو ده المدخل للسرقه الحديثه للاو تي بي اللي هي الوان تايم باسورد اللي هي اخطر حاجه متبعه الان في على ارصده العملاء. هو بيحصل ايه يا فندم؟ يعني بيحصل ان حد بيكلمني المفترض يعني ان هو بيقول ان هو من البنك وهو مش من البنك، بيطلب مني الباسورد؟ في مليون طريقه للموضوع ده. كل ما تقدمت التكنولوجيا والتحول الالكتروني في العالم كل ما خرج مبدعين متخصصين وهاكرز وبيعملوا برامج بتعمل فيروس ساعات رواده تخش تطور وتستولي والمعلومات دي بتتباع على الانترنت حسابات العملاء وارصدتها. انما احنا لازم نحمي نفسنا كده، نعمل شرنقه علينا زي ما حضرتك قلتي، بياناتنا ما تطلعش بره. ايه اللي بيحصل في بعض الخطوات؟ انا مش متخصص في الاي تي، اساتذتي في الاي تي ممكن يدونا اكتر، لكن انا بقول لحضرتك هو يتصل الاول يجمع معلومات مبدئيه بيانات عن طريق ان هو يدي العميل يدي للضحيه خبر سعيد انت كسبت، انت بقى عندك متاح لك كريدت عندنا هتاخده، هنديك بتاع ده شحن اغراء، يعمل له اغراء طب في المرحله دي يروح واخد شويه بيانات، ده اذا ما كانش هو لاقي بقى قبل كده في صفيحه الزباله فواتير للكريدت كارد او حسابات مرميه في الزباله في ارقام حسابات او صوره لقاها من اي مصدر، بعد كده يستكمل بقى البيانات ثاني يوم او ثالث يوم
بيعمل تمثيليه ثانيه، بيدعي بقى ان هو البنك، ويقول لها والله وصلنا تعليمات من شركه كذا بانها تحط في حسابكم كذا، فايه رايكم نحطه بقى في الحساب الجاري ولا الحساب التوفير، ويبدا يدردش. ففي ثقه دلوقتي بقت بنسبه 60% ان لا ده في جايزه، امبارح كلمونا اقول امبارح النهارده البنك بيقول لنا، وهو مش البنك ولا اي حاجه. في اثناء الدردشه دي بقى يكمل على بقيه البيانات، ما هي ايه اخر اربع اخر صحوبات عملتوها، اخر تحديتين، اخر ايداعين، اللي هي البيانات اللي هيحتاجها في المرحله الثالثه. طيب ما هو على البنك. هي فكره بقى خطوه البنك بقى، يعني هل البنك برضو ليه دور ومسؤوليه في الموضوع ده؟ البنك يعني مأمن نفسه تأمين كامل، لكن إذا أنا اديتك مفتاح بيتي واديته الحرامي، ما هيخش يفتح ويقفل، يعني إيه ذنب؟ يعني لو راجل مثلا سكيورتي قاعد وعارف فلان فلان ده بيطلع ومعاه مفتاح البيت، ما هيسيبه. فهو لما يتصل بقى بالبيانات يقول له والله أنا فلان الفلاني، الرقم القومي بتاعي، البيانات بقى العادية، واسمي فلان الفلاني وساكن في الحته الفلانيه، الموظف البنك ممكن يقول له طب اديني اخر حبتين، او اخر هو عندك حسابات كتير ايه عندك فهو عنده كل المعلومات. اتاكد بقى منه، يقول طب انت عايز ايه؟ يقول له انا عايز اعمل ريست للباسورد مثلا، الباسورد مش ماشي، هيقول له هبعت لك على تليفونك، على تليفونك او تي بي، رقم سري يسمح له انه يغير الشفره. هنا بقى البنك الكمبيوتر بيبعت او تي بي للضحيه على تليفونه، يكون هو النصاب ده يتصل بيه قبلها بيوم برضك، يقول له هيجي لك اربع ارقام، او في نفس اليوم هيجي لك اربع ارقام، هو عامل حسابه لان هو بيبقى ناس صحيح محترفه، ده تشكيل عصابي بيبقى محترف فاهم مداخل صحيح المواضيع دي. ده انت حضرتك كل التفاصيل اللي انت بتقولها دي تشكيل عصابي، يعني مش مجرد بس يعني شخص واحد. ده هم بيبقوا صحيح، حتى لو هم بيستخدموا وسائل بدائيه، ولكن يعني بالساعات ان شاء الله 1%. صحيح صحيح، مع مجتمع حسن النيه بتاعنا، مع الوعي اكيد لسه، ومع الاغراءات برضو، ما هو اي انسان بيبقى ضعيف قدام اي اغراء مالي او اي فرصه ماليه، يعني دي برضو حاجه فطره مش هنقدر ان احنا ننكرها، بس هي الفكره كلها ان احنا نخلي بالنا. وفي نفس الوقت البنوك برضو، في بعض البنوك المحترمه بتبعت دلوقتي رسائل للعملاء بتحذرهم ان خلي بالكم ان مفيش اي نوع من انواع التواصل مع حضراتكم حول الحسابات البنكيه، او حول الباسورد اللي خاص بحضراتكم، او كلمه السر اللي خاصه بحساباتكم. وده طبعا شيء محترم جدا، لان احنا محتاجين في الوقت ده، لان زي ما حضراتكم شايفين الفتره الاخيره حصل يعني عمليات نصب كتيره. استاذ محمد عبد العال الخبير المصرفي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه النصائح التوعوية اللي خاصة بالمواطن المصري عشان يحافظ على كل حساباته البنكية.